سعيدة اليوم لفوزي في مسابقة تميز البحث العلمي التي تقيمها وزارة التربية والتعليم العالي، وحصدت الكلية الجامعية في هذه المسابقة جائزتين ومركزين. سعيدة لهذا الجهد وبهدي هذه الجهود للمشرف البحثي دكتور خضر الجمالي ولكلية الجامعية ولكل من ساهم في هذا الإنجاز. فخورة بفوز فريقي في جائزة التميز البحثي التي تقيمها وزارة التربية والتعليم لعام 2022. البحث كان بعنوان دور برامج الإعلام في تعزيز مهارات التحقق من الأخبار لدى الطلبة وسبل تطويره، دراسة ميدانية. طبعاً كتير ممتنين لهذه الفرصة وسعيدين فيها، وساعدتنا أكثر بمتابعة الكلية الجامعية وحرصها الدائم على مشاركتنا في هذه المسابقة ومتابعتها معنا لآخر الوقت. شكراً كتير.